أهلا مشاهدينا. تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى الناخبين التونسيين، وذلك بعد ورود أسمائهم ضمن قائمات خاصة بتزكية مرشحين للانتخابات الرئاسية دون علمهم. وأمام تصاعد الظاهرة، طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بالتوجه للنيابة العمومية بتقديم شكاوى. من جديد يعود هاجس تزوير الانتخابات إلى ذهن المواطن التونسي قبل أسابيع على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. الهاجس هذه المرة يغذيه انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين الذين وجد عدد منهم ودون علمهم ضمن قائمة المزكين لمرشحين للسباق الرئاسي. جدل كبير قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها تتابعه بجدية، داعية المواطنين إلى ضرورة الإسراع بإعلام السلطات القضائية قصد فتح بحث في الموضوع. طلبنا وانه الشكايات هذه الكل تجينا احنا كهيئه عليا مستقله للانتخابات. علاش؟ لانه احنا في الفتره نتاع الطعون ضد القائمه الاوليه للمقبولين للانتخابات الرئاسيه مش نكونوا طرف في القضايا هذه، وقتا نقدموهم لدى القاضي الاداري اللي هو ينظر في الترشحات، وممكن انه قراره يؤدي الى انه الترشح ما يكونش صحيح. تعود متابعه الملف إذن الى القضاء للبحث فيه جنائيا باعتباره يحمل تهم تزوير وتدليس، لكنه يعود أيضا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسليط عقوباتها الانتخابية في حق المتورطين والتي تصل حتى إسقاط ترشحاتهم. لا يعوز تونس النصوص القانونية، لكن قد يعوزها تنفيذها أحيانا. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طالبت بتطوير القوانين المتعلقة بهذا الموضوع عبر تشديد العقوبات وتكوين قضاة مختصين للبت فيه وتسريع إجراءاته. من 2014 شفنا الظاهرة هذه، لكن ما خدينا حتى إجراءات للحد منها اليوم، لذلك تعاودت تكررت. هذا ما فيش حتى شك هو خرق لحقوق الأشخاص، هو تدليس، هو انتحال هوية أشخاص والإمضاء في مكانهم في تزكية مترشحين للرئاسية. على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال الجدل قائما وسط دعوات للمواطنين بالتحرك لتقديم شكاويهم لدى القضاء للتسريع بإجراءات التحقيق والمساءلة. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على المعطيات الشخصية للأفراد، إذ طرح الموضوع بحدة في الانتخابات الماضية، لكن الملفات التي قدمتها الهيئة لم يتم النظر فيها إلى اليوم. تسعى الهيئة المستقلة المشرفة على تنظيم الانتخابات في تونس إلى تنظيم انتخابات وصفتها في أكثر من مرة بالانتخابات النظيفة، التزام قد تجد الهيئة صعوبة في الإيفاء به إذا مرت هذه التجاوزات دون تحقيق. علي القاسمي، العربي، تونس. من تونس معنا نادية الشواشي المحامية والأستاذة الجامعية. أستاذة نادية، أهلا وسهلا بك معنا إلى الفقرة المغربية في الساعة الأخيرة. من المسؤول وهل يتحمل المسؤولية الأولى عن عمليات التدنيس هذه؟ شكرا على الدعوة وعلى طرح الموضوع، لكني الموضوع على ما يبدو عليه من هذا الطرح الذي أخذ شدة وطرح بأثار ضجة، إلى أنه نتصور أنه عادي في بلاد كما تونس قاعدة تعيش في تحول من نظام إلى نظام، وثم بعض التقاليد الديمقراطية تبدو أنها تقاليد جديدة. المرفوض في العمليات هذه أنه تم اعتماد هوية الأشخاص، هويتهم، واستعمالها وتذييلها بإمضاءات ووضع الهوية كاملة. العملية هي عملية تدليس، وكنا كمجموعة من الناشطين والمحامين حتى قدمنا نموذج للشكايات وقلنا أن الأشخاص اللي تعرضوا لمثل هذه الوضعيات لهم أنهم يتقدموا للنيابة العمومية، وكان هذا التحرك للمدونين خصوصا مدونون بلا قيود، مدونون كان حتى قبل أنه الهيئة تقول وتنصح بضرورة التوجه للقضاء. الأمر خطير لأنه الشخص الذي سيتولى التدليس ويتم قبوله بناء على معطيات مدلسة أظن أنه ليس أهلا لأن يمثل الشعب سواء في الرئاسية أو التشريعية. لذلك الأمر بالنسبة لي أنا هو تدليس لإرادة من تونس الناخبين من جهة، كذلك الأمر كذلك
قال إن القانون الانتخابي في تونس ليس فيه مواد تتكفل بمحاسبة المرشحين المتورطين في عملية التدليس. إذن كيف ستتم المحاسبة ومن يستطيع أن يتحمل المسؤولية لضمان نزاهة العملية الانتخابية أمام المواطن التونسي؟ للوضوح القانون التونسي راهو في غياب النص الخاص راهو نرجع للقانون العام. فما هيئات تنظم في 2014 العقوبات الحقيقة لم يقع تفعيل العقوبات وما خذيتش الردع اللازم ويمكن على هذيك تكررت المرة هذه بأكثر حدة. ولكن نجم نرجع حتى للقانون العام لأن القانون العام يسمح بالتشكي على أساس التدليس لأنه ما ورد هي جريمة تدليس. إيش معناتها؟ ما معنى أن يتم اعتماد إمضائي واسمي للوثيقة هذه؟ أو كذلك إذا كان تم تعمير هذه الوثيقة هي تنجم تكون زاد افتعال وثيقة، افتعال وثيقة تزكية والحال أنها لم تكن موجودة. أكثر من جريمة يمكن أن تكيف لها الأفعال وتكون موجبة للعقوبة. القانون التونسي مجلة الجزائية القانون العام يوجب عقوبات هو حتى الإمضاء والمعطيات إذا أدخلت. احنا عنا في تونس ننظم حتى جرائم التدليس الإلكترونية. ليه؟ هناك إطار قانوني في القانون العام ينظم ذلك وهنالك كذلك في القواعد خاصة. أبقى بالنسبة للعقوبات إسقاط قائمة أو ما إلى ذلك، المشكلة أنه في 2014 الحقيقة لم تكن هناك تلك المتابعة والعقوبات الصارمة وهو ما أدى إلى أنه الظاهرة هذه عادت وعادت. وسنبقى في متابعة إذا كانت يعني هذه المرة ستكون مختلفة عن 2014. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيدة نادية الشواشي المحامية والأستاذة الجامعية.